في داين مش مالي وانجانيون بدي شام فسر لنا مثل الزؤان والحقل.
فأجاب وقال لهم: الذي زرعت زرعت جيدة هو ابن الإنسان، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو بنو الملكوت، والزؤان هو بنو الشرير، والعدو الذي زرعه هو الشيطان، والحصاد هو منتهى العالم، والحصادون هم الملائكة، وكما أن الزؤان يجمع ويحرق بالنار، هكذا يكون في منتهى هذا العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من مملكته كل الشكوك وكل فاعل الإثم ويلقونهم في أتون النار. هناك يكون البكاء وصريف الأسنان. حينئذ يضيء الصديقون مثل الشمس في ملكوت أبيهم. من له أذنان ليسمع فليسمع. لكن الإنسان خطأ وسوى جريمة بحق نفسه وبحق هذه الخلقة الطيبة، هذه الخلقة الجيدة، فزرع الشر في العالم. الكتاب المقدس يبحث في قضيتين كثير مهمة. القضية الأولى إنه هذا الشر الموجود بالعالم هو منين؟ في إنجيل اليوم يقول أكو ناس أشرار. إيش نقدر نسوي؟ بس الخير موجود، الشيء الطيب والحسن موجود، بس أكو شر مقابل. فالكتاب المقدس يقول هذا منين الشر موجود؟ ما يقدر يقول منين بالضبط، موجود. نقطة ثانية اللي الكتاب المقدس يبحث عنها هو الموت، هو أكبر الشرور. ولحد الآن لهذه اللحظة لهذا اليوم ماكو فرد تفسير للموت. يجي وقت الإنسان خلص. فيبقى هنا أنت وأني وكلنا كل العالم الناس المؤمنين، شنو علينا أن نسوي؟ وين نروح؟ مرات نكون أشرار إلى درجة لا تصدق، ونذب كل السم الموجود بداخلنا بهذا العالم اتجاه مواقف معينة. مرات نكون ناس طيبين حبابين مبتسمين كيوت، وش ناس؟ فمعناتها إن وقت داخلنا فرد ازدواجية خلينا إنه إحنا مرات نكون كلش يعني نتصرف ونطلع كل غضبنا وكل عقدنا، ومرات نكون مرتاحين واللي بقى بينا يكون خوش إنسان، فإحنا بدنا نكون وياه طيبين حتى نمشي حياتنا نمشي أمورنا. يسوع المسيح يقول لا، إذا أنت على صورة الله عليك أن تكون على صورة الله. الزرع الجيد اللي الله زرعه بداخلك إذا أنت مؤمن عليك أن تحافظ، خليهم
ينمون سوا. الروح نشلع، لا 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 شعروا. خليهم ينمون سوا. فعلينا أن ننمو بهذا الخير، بهذا الشيء الحسن، هذه الطيبة اللي انطانا إياها الله في عالمنا وإحنا ما نستغلها. علينا أن ننمو بهذا الزرع الطيب. إحنا اليوم في الأحد الثاني من الصليب، وكلنا نعتبر أنه الصليب هو بس مجرد أنه بهذا اليوم انوجد الصليب. فالكنيسة حطت فرد يوم مخصص 14 بالشهر لهذا اليوم، ليوم وجدان الصليب. والطقس طبعا يشرح قصص وجدان الصليب. أنا بالنسبة لي ما عندي علاقة بالقصص. صحيح غلط، موجودة ما موجودة، تاريخية مو تاريخية، مو موضوعي. اللي المهم انه بهذا الزمن الصليب شنو هو؟ الصليب هو قوة الله منقوص. فالصليب هو قضية. الصليب هي قضية يسوع المسيح في كل حياته، وأيضا قضية الكنيسة بعد قيامة يسوع المسيح. قضية الصليب هي قضية الانتصار، هي قضية التحرر. حسب ماذا نصلي، يمكن هواية ما لدي يعني يفهم معاني الصلاة المخصصة لهذا الأسبوع، انه الصليب هو يحرر الانسان. قضية الصليب تحرر الانسان، تحرر الانسان من العبودية. مع الأسف في طبيعة الإنسان يحب أن يكون عبد، يحب شخص أنه يوجهه، يلزمه من إيده ويمشي بالطريق. أنت قادر أن تمشي، فأنت شنو الحاجة أنه تحتاج إلى شخص أن يقودك؟ أنت قادر. يسوع يقول أنت قادر يا إنسان، أنت عندك الإمكانيات أن تكون إنسان حر. يلا راويني. بس من تكون عبد هنا راح تكون أنت تحت طائلة الشر. أنت تجعل ذلك. علينا أن نتعلم في حياتنا المسيحية كمؤمنين، مو كمتدينين. متدينين أكثريتنا متدينين، مو متدينين. كمؤمنين أن نتحرر من أي عبودية موجودة تدور حوالين حياتنا. ولهذا في التجارب يسوع المسيح لا تسجد، لا تسجد إلا لله، إلا للرب. هنا ماكو سجود لا للشيطان ولا للإنسان ولا لأي شخص يخليني أن أكون مقيد. إذا تعلمنا أن نكون أحرار راح نذوقون طعم الإيمان الحقيقي في داخلكم. هذا يخلينا أن نكبر، خلينا أن ننمو، خلينا أن نتحرر، خلينا أن نفكر. ما نبقى بعد إحنا بس مجرد أبونا شقال ومطراننا شقال وفلان شقال. لا، يسوع المسيح يعطينا الحرية في أن نقول ما هو يريد أن نعبر عن دواخلنا وعن إيماننا. آمين. عشر رثم طيبان.